اهل الباص كل يوم بيجيبونا عشان نتعلم هون، عندهم قراءة وكتابة، انا ما بقرا ولا بكتب، جايين هون عشان نتعلم عندهم، كل يوم نتعلم. من يعرف ماذا نقصد بكلمة أمي؟ أمي غير ماما. قامت مؤسسة قيمة ثقافية بإنشاء باص العلوم والمعارف، هدفه خدمة أولاً بالدرجة الأولى هي المخيمات، إن كان للعلوم التي لا يعرفونها في المخيمات محو أمية، أو العلوم والمعارف الجديدة اللي نحن بنعطيها بمدرستنا، كذلك هدفه كمان خدمة مدرسة قلم النموذجية. نور أحسنت، طيب هاي الكلمات. وقمنا بعدد من النشاطات لمدرسة القلم النموذجية لطلابها وطالباتها، إن كان للمخبر أو بالحاسوب أو قراءة سريعة، وكذلك الأمر ستكون هذه التجربة موجودة في المخيمات، وعسى أن تكون هذه التجربة منتشرة بالعديد بهذه الفكرة بكل الشمال السوري. اللي طالعتوا خليكم. أمران. أمران.